بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد الصخور التي أخذتها من جبل قارة المتواجد في الأحساء. طبعا لقيت فيه حفريات، حشرات متحجرة، بكتيريا، ميكروبات متحجرة، ممكن تلقون أشياء متحجرة كثيرة لعشاق يعني علم الحفريات وعلم الحشرات وعلم الحيوان السابق، يعني علم الحفريات القديم صراحة من أجمل العلوم اللي ممكن تدرسونها، وأنا أنصحكم بدراستها لأني صراحة تعمقت فيها، درست أكثر من 8000 عظمة في علم الحفريات. وأيضا ممكن تلقون ميكروبات قديمة متحجرة وطفيليات، يعني أشياء كثيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.